السلام عليكم. المقاومة العراقية تتوعد بالتصعيد في الأيام القادمة وضربات بين الحين والآخر لقواعد أمريكية في العراق وخارج العراق، آخرها قصف في مدينة إيلاف المحتلة بالتزامن مع خطاب السيد حسن نصر الله الذي جعل من التكهنات مفتوحة والسيناريوهات المتوقعة متعددة. وفي الأثناء يأخذ السيد مقتدى الصدر محور آخر بعيد عن اللهجة العسكرية، بدأ بالدعوة لإغلاق السفارة ومنها إلى دعوة دول جوار فلسطين بالسماح لأنصار التيار الصدري بالتظاهر على الحدود. أما السوداني الذي يؤكد على موقف العراق الواضح في كل مرة، أرسل رسائل ضمنية هذه المرة على ما يبدو أن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقا للدستور وانطلاقا من المصالح العليا للعراقيين التي يجب أن تكون حاضرة أمامنا في كل خطوة وفي كل حدث. هذا كلام السوداني، فكيف ستكون المعطيات العراقية القادمة وفقا للمواقف الجديدة للحكومة والمواقف الجديدة للمقاومة والصدر معا؟ رحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الدكتور رافد العطواني الباحث في الشأن السياسي. حياك الله دكتور رافد. والاستاذ جمعه العطواني رئيس مركز افق للدراسات، حياك الله استاذ جمعه. والسيد فاضل ابو رغيف الخبير الامني والعسكري، حياك الله سيد فاضل. اهلا وسهلا بكم. خلينا نبدا وياك من اخر التطورات. عندنا موقف للمقاومه العراقيه الان تهدد بالتصعيد بالايام القادمه. صار عندنا قصف البارحة، تطور جديد في مدينة إيلات. عندنا أيضا الموقف المستمر لسيد مقتدى الصدر، بدأ بالسفارة ولم ينتهي بمطالبة دول جوار فلسطين. هل المواقف العراقية مرجح أن تتصاعد أكثر أم هذا حتى؟ تحية جنابك دكتور محمد وأيضا لابن العم الشيخ جمعة العطواني وأيضا ضيفك الكريم دكتور فاضل وكافة عاملي ومشاهدي قناتكم الموقرة. أنا أعتقد أنه الحرب يعني بالربع الأول أو العشر الأولى، يعني العشر الأول من الحرب بعدها قائمة، يعني فيما يخص غزة وتداعياتها. أعتقد أنه المقاومة العراقية هذا العنوان العريض مو يشمل الكل، يعني خلينا نحدد، يعني البيان الواضح والجريء والأكثر صراحة هم التيار الصدري على رأسهم، هي رأس الحربة بما يعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية الأولى التي انبثقت ما بعد 9/4/2003، ثم خرجت من عباءة جيش الإمام المهدي مجاميع ربما يعني اختارت طريقا آخرا. هذه المجاميع أنا أعتقد أنه الآن حركة النجباء هي تتبنى هذا الموضوع. والبارحة شاهدنا أنه السيد حسن نصر الله أشار أنه المصالح الأمريكية بالمنطقة يجب أن يمكن استهدافها، يعني هذه ربما تقرأ على أنها رسالة ضمنية ضمن خطاب السيد نصر الله للذهاب وتعضيد القوة العسكرية التي تتحرك ضرب المصالح الأمريكية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل يعني رأس الحرب في حرب غزة، وما تدار أو ومن يدير المعركة الآن في غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية الآن. بس أنا حتى لا يعني الآن هاي البيانات اللي تصدر باسم المقاومة العراقية، والبيانات يوميا تقريبا تصدر وتتحدث عن قصف لقواعد أمريكية في العراق، والبارحة كان حديث عن قصف خارج العراق أيضا. هل من ضمنها التيار الصدري؟ لا ما أعتقد. التيار الصدري الآن لم يختار الطريق العسكري حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة لا، مو لأن حضرتك ذكرت فقط النجباء، النجباء ومن معهم. لا مو قلت لك العنوان المقاومة هذا عنوان عريض جدا، يعني ما أقدر يعني أشمل الجميع. تمام. فلذلك القوة التي يمكن أن تقصف الآن المرجح إنها النجباء أو حزب الله العراق، نعم المرجح. أما غيرها ما أعتقد، يعني ما أعتقد. تمام. التيار الصدري هو الآن ينتظر الرد الدبلوماسي، يعني يسلك السلوك الدبلوماسي ربما سيصعد في قادم الأيام.
ربما هنالك يعني حسب المعلومات اللي وصلتني من اخوان داخل الاطار التنسيقي ان ما يقال الان بالاعلام والصمت بالنسبه للاطار التنسيقي القوى السنيه القوى الكرديه وكذلك الرد الحكومي على غلق السفاره، طلب سماحه السيد مقتدى الصدر على غلق السفاره الامريكيه في العراق حتى هذه اللحظه لم يرد بشكل رسمي، لكن هنالك وساطات دوليه عربيه سنيه شيعيه لحد هذه اللحظه هاي وساطات حتى شنو؟ يعني ربما يريدون من الصدر التأني في هذا القرار، لكن الرد مال الصدر ما أعرفه بصراحة. زين. طبيعة الأسئلة أيضا ما أعرفها، لكن المعلومة اللي وصلتني منذ يعني تغريدة سماحة السيد أعتقد يوم 13 أو 27 من الشهر الماضي ذهبت وفود الوفد الشخصيات كردية عربية شيعية سنية ودولية، لكن ما أعرف هل فتح لهم الباب يعني السيد مقتدى الصدر، هل يعني تحدث معه ويا؟ يعني هذا اللي وصلني يعني. تمام. هل كان ماذا حملوا لسماحة السيد ما أعرف، يعني هذه حد معلومتي، فلذلك زين. هل من الممكن أن يتطور موقف التيار الصدري من موقف الدبلوماسي إلى موقف عسكري؟ ممكن جدا. ممكن؟ ممكن جدا. وهو هل هناك تحضير لهذا الموضوع؟ أنا هذا أمر خطير يعني لا يمكن القول به، هذا مختص بالجناح العسكري للتيار الصدري. نعم. يعني ممكن لا، هو انا اعتقد على غرار الحشد رفع الاستعداد لجيم قواتنا الامنيه ايضا وزاره الدفاع البارحه او ليله الجمعه سراي سلام عندهم الان انذار؟ ما اعرف، لا ما اعرف، ما عندهم. لا مو هذا، مو اختصاصي حتى اقول هذا. لا انا فقط السؤال لا اكثر ولا اقل. ما عندي معلومه. تمام، ما عندي معلومه. استاذ جمعه حياك الله. بس من المحتمل يعني باعتبار انه المنطقه على صفيح ساخن، فاعتقد يعني من المؤكد يعني. واضح استاذ جمعه حياك الله. وين 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 احنا وين رايحين؟ هذا وضعنا اللي قاعد يصير بالتطور الان السيد حسن نصر الله عنده موقف. اولا اريد اسمع منك حول السيد حسن نصر الله وموقفه البارحه، شنو تعليقك على كلمه السيد حسن نصر الله البارحه، شلون كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لحضرتك دكتور الله. محمد والجناب الاخ العزيز دكتور رافد وجناب السيد فاضل ابو رغيف ومشاهدي قناه الايام الافاضل. كلمة سماحة السيد كانت تمتلئ بالحكمة والواقعية، وبنفس الوقت أوصلت رسائل إلى العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية بشكل واضح وصريح. هي لم تذهب باتجاه الحالة الشعبوية ولا الانفعالات العاطفية، وإنما ذهب بوصفه أحد أهم أعمدة محور المقاومة وكفقيه يعرف المباني الفقهية في التعاطي مع العدو، وكذلك هو صاحب الميدان في جنوب لبنان ويعرف كيف يتعامل مع العدو بحكم الخبرة والتجربة التي يمتلكها. ولهذا في الوقت الذي أكد بأن حزب الله لم يكن بعيدا عن المعركة، بل هو جاء في يوم 8 تشرين ويخوض معركة وقدم أكثر من تقريبا 58 شهيد. عندما يتحدث سماحة السيد عن كذا عدد من الأرقام من الشهداء لحزب الله، علينا أن نتصور حجم المعركة المفتوحة مع العدو، وعلينا أن نتصور حجم الخسائر التي أيضا وقع فيها العدو. وفي نفس الوقت أوصل رسائل بأنه لا يوجد أمان لا لأمريكا ولا للكيان الصهيوني، بل أن البواخر والبوارج الأمريكية سوف لن تكون في مأمن. وحمل الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأساس ما يحصل من عمليات إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، والمعركة لا زالت في بدايتها، وأعتقد أن خطوات التصعيد سوف نشهدها خلال الأيام القادمة إذا ما استمر العدو في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني. وأكد سماحة السيد أن الأولوية الأولى الآن هو لإيقاف نزيف دم الشعب الفلسطيني وضرورة عدم استهداف المدنيين، وبالتأكيد هذه رسالة وصلت إلى الدول العربية المطبعة وغير المطبعة. واليوم بالمؤتمر الصحفي الذي جامع وزير الخارجية الأردني مع بلينكين مع وزير الخارجية المصري، تحدثوا عن ضرورة تقديم المساعدات إلى أبناء غزة، وكذلك ضرورة فتح منفذ رفح من أجل إيصال هذه المساعدات. هذه بالتأكيد أعتقد ما كنا نسمعها. عراقياً شنو الموقف؟ الموقف واضح يعني. بالعراق يجب أن نفرق ما بين مواقف عدة بالواقع. لا نتحدث عن موقف واحد،
الموقف الرسمي العراقي هو أشرف موقف عربي على جميع الصعد. زين. وهذا شاهدناه في مؤتمر القمة التي عقدت في مصر أو تصريحات السيد رئيس الوزراء. بالواقع هذا كان موقفا منسجما تماما مع بيان مرجعية الإمام المرجعي الأعلى السيد السيستاني دام ظله، الذي طالب العالم كل العالم لم يستثني لا العراق ولا دول عربية ولا دول إسلامية ولا غيرها بضرورة إيقاف الإبادة الجماعية، وأكد سماحة السيد المرجع الأعلى بأنه لا يمكن أن يحصل استقرار في المنطقة ما لم يتم إزالة الاحتلال. إذا نريد أن نتحدث على المستوى الفقهي هذا أكبر مرجع. إذا نريد أن نتحدث على مستوى إنساني هذا هو أبو يعني الحكمة العالية. بالتالي كلف الجميع بضرورة أن يزال الاحتلال. هذا موقف فقهي. الموقف السيد السوداني وحكومته ارتقى إلى هذا الموقف في مواقفه وفي بياناته وفي تقديم المساعدات. الموقف الشعبي قل نظيره على مستوى كل الشعوب العربية. كل الشعوب العربية بلا استثناء كان الموقف الشعبي العراقي هو الأرقى من نوعه في تعاطفه مع الشعب الفلسطيني. إذن الموقف الرسمي يتسق تماما مع الموقف المرجعي ويتفق مع الرأي العام العراقي. زين، وين رايحين بالموقف خلينا نسميه العملياتي؟ الموقف غير الرسمي بالتأكيد كل الفعاليات لها الحق في التعبير عن موقفها. فصائل المقاومة عبرت عن موقفها باستهداف المصالح الأمريكية ليس فقط في العراق بل بالمنطقة. وكذلك التيار الصدري له موقف آخر وهو موقف السياسي بضرورة غلق السفارة الأمريكية. هذا الأمر طبعا أيضا يجب أن نفرق ما بين كيفية تطبيق الموقف التيار الصدري وكيفية تطبيق موقف فصائل المقاومة. موقف التيار الصدري يحتاج إلى موقف رسمي لأنه السفارة مرتبطة بعلاقات خارجية. زين. ولهذا السيد مقتدى عندما طلب من البرلمان والحكومة يعرف جيدا بأن القضية مو قضية عاطفية بقدر ما أنها مرتبطة بالجهات الرسمية، فطالب من البرلمان والحكومة بغلق السفارة. شقد نسبة واقعية أو مدى جدية الحكومة في تطبيق هذا الرأي هذا متروك للحكومة، وأعتقد أن الحكومة ذاهبة باتجاه عدم قدرتها على غلق السفارة لاعتبارات بغض النظر عن قناعتنا وعدم قناعتنا. أنا تأخرت على الموقف الآخر. موقف فصائل المقاومة لديها مساحة. ليش أنا بأحد اللقاءات قلت لو أن سماحة السيد ذهب للخيار الآخر. أي خيار؟ الخيار الآخر. ومن السيد يا تقصد؟ السيد مقتدى. شنو الخيار الثاني؟ الخيار الآخر لدينا قرار بالبرلمان. قرار إخراج القوات الأمريكية. وخلص. إذن هذا قرار رسمي. الآن البرلمان عندما يريد أن يغلق السفارة الأمريكية لنفترض والسفارة تمتنع، بالتأكيد التيار الصدري يذهب إلى الخيار العسكري. شنو علاقة السيد مقتدى الصدر الآن؟ السيد مقتدى الصدر خارج العملية السياسية. لا أقول تعرف وين؟ هذه المساحة مساحة خيار إخراج القوات الأمريكية. الأمريكان لم يستجيبوا لحد الآن. إذن أكو صفة شرعية دستورية خلينا نقول قانونية لكل من يريد أن يستخدم السلاح. فلو أن سرايا السلام استخدموا السلاح تحت هذا الغطاء، غطاء أن هنالك قرار من البرلمان، أعتقد سوف يكون أكثر تأثيرا على الجانب الأمريكي، على قد تقدير مو فقط في إخراج قواته، على قد تقدير في الضغط على الجانب الأمريكي من أجل منع الكيان الصهيوني من الاستمرار بهذه الجماعة. تمام سيد فاضل، تأخرت عليك آسف، حياك الله من جديد. وين يعني أمنيا كيف تقرأ الوضع بالعراق؟ نعم بدنا استاذ محمد، تحية طيبة لك وفرصة طيبة أن نلتقيك أكثر من مرة، ولضيفيك اليوم ما شاء الله العطوان من خواننا على زيرج يستحوذون على الشاشة، يستحوذون على الاستوديو، فكل الهلا بهم أجمعين. يعني سيد فاضل علوا لي صوت سيد فاضل شوية، يستحوذون على الشاشة العطوانيين. أي طبعا، هو بعد هو هي البصرة والناصرية والميسان كلها لهم. فوت لي بالوضع. يعني اولا استاذ محمد كما لا يخفى عليك والحال هذه ان المنطقه برمتها تكاد تكون يعني على شفير يعني على صفيح ساخنه كما يعبرون، وذلك بسبب التحفز الموجود لدى يعني بعض الجهات. اليوم هناك دول يعني تعزف عن البوح وعن التصريح والادلاء باي قول وباي تصريح.
إلا أن هناك من يتبنى هذا الموضوع وهي جهات غير حكومية، هي فصائل تريد أن تشايع وتساند حماس. اللافت للنظر أن إيران تحاول أن يعني تقطع صلتها بأي فصيل وتقول نحن لم نحرض وليست لدينا أي صلة، كما خطاب السيد نصر الله يوم أمس أيضا كان خطابا يحمل بين طياته بعض الومضات الصريحة بيد أنه قال نعم يعني ليست لنا صلة في هذه الهجمات. وطبعا هي ليست تخوفا أو ترددا بقدر ما هو تبيانا للحقائق تجنبا لخلط الأوراق. لذلك الوضع العراقي كاد يكون هو الوضع الأبين في المنطقة. الخطاب الواضح الذي يعني تلاه وأدلى به رئيس الوزراء في القاهرة كان خطابا يتفرد بنوع من الصراحة والمباشرية، وبين موقف العراق بما لا يقبل اللبس، يعني موقف العراق من القضية المصيرية، القضية الفلسطينية. وأعتقد أن العراق الآن غير مهيئ لأن يدخل بأتون أي حرب. هذه الحرب هي لا تكون يعني لا يمكن أن تحمل صفاتها الجيوش النظامية، إنما هذه حرب مدن وحرب مباني مشيدة وحرب كر وفر، وبالتالي قد تتبناها جماعات ولا تتبناها دول. بس الآن سيد فاضل، الآن إحنا واقعاً إحنا دخلنا، يعني الآن عندنا استهدافات يومية للقواعد العسكرية الأمريكية. البارحة كان عندنا تطور جديد، البارحة أيضاً أكو بيانات جديدة تتحدث عن تطور العمليات اللي تقوم بها الفصائل. يعني أنا أتمنى أن لا يصل الأمر حد الاحتقان، ويعني ونكون بمرحلة قد لا يعني قد لا يكون هناك متسع لنزع فتيل أي أزمة قد تنشب وتدخل العراق في أتون حرب ضروس، وهذه الحرب قد يعني قد تكون شبيهة بحرب 2006 وما تلاها. لذلك أعتقد أن الحكومة متبنياتها متبنى شأن باقي الحكومات المتاخمة وحكومات المنطقة، وهذه الحرب هي حرب إبادة جماعية تفرض على غزة وعلى الفلسطينيين عموما. لذلك أعتقد أن يعني أن من متبنيات الحكومة أن هي من تتصدى، وبما أنه الحرب لا يمكن أن تكون حرب بين دول، إنما تكون بين مجاميع من قبل الكيان الغاصب ويقابلها مجاميع مقارعة، يعني عرف عنها أنها سبق أن قارعت وبمضارعة مستمرة لهذا الكيان الغاصب. لذلك أعتقد أن إدخال وإقحام العراق دون سائر الدول قد يجعله يعني غريبا وقد يجعله محاصرا. زين، يعني هذا الوضع فيما يتعلق بفتح فسحة للعراق أعتقد أن يعني كلام وخطاب السيد مقتدى الصدر كان أكثر يعني إضافة طبعا لما ذهب إليه السيد نصر الله. يعني السيد نصر الله ذهب إلى التهدئة، لكن السيد مقتدى الصدر ذهب ابتداء إلى دفع المفسدة تحت عنوان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. لذلك هو دعا أولا لإيقاف هذه الحرب الغاشمة، ودعا إلى إيصال المساعدات، ودعا إلى فتح المجال من دول أربعة حددها في بيانه لغرض دخول قوافل المساعدات. أعتقد هذا أضعف الإيمان بما يمكن أن نقوم به اتجاه فلسطين. زين، بس إحنا عندنا واقع قاعد يصير. يعني احتمالية الاستهدافات للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق موجودة ولا الآن هي تستهدف؟ زين، هل هناك احتماليات أكبر لهذا ولا؟ أعتقد أن هناك قد شوف هنا يعني هنا إجابتان. الأولى قد تتسع دائرة العنف وقد تتسع دائرة الاستهداف لهذه القواعد، والثانية قد تكون هناك نتاجات بمحاولات تفاوضية، وقد يعني لأن الحكومة ما الذي يشكل الحكومة؟ الذي يشكل الحكومة الإطار. ما الذي يستهدف القواعد؟ تستهدفها أحد مصادق الإطار. هسه بصورة مباشرة بصورة غير مباشرة هذا أمر واقع. فأعتقد أن الحكومة يعني قد تحمل بين طياتها تفاوضات لغرض يعني إيقاف دوامة الاستهداف ودوامة العنف التي قد تندلع بين فينة وأخرى. يعني اليوم هذه الفصائل تستهدف قواعد، الأمريكان قد يردون، الرد أيضا يستلزم رد آخر، والرد وهكذا كما يعبرون بالفلسفة الدور والتسلسل، يعني رد يعقبه رد ورد يعقبه رد، وهكذا دواليك إلى نهاية قد لا تحمد عواقبها. لذلك أعتقد اليوم نحن بحاجة إلى عقلنة المواقف أكثر
رغم أن الجانب الكيان يمارس سلسلة جرائم دامية، وقد اعترفوا يعني هناك من استقال وهناك من احتج من العدو نفسه من الجانب الأمريكي. يعني هناك هذه المرة لأول مرة الإثخان بجراح أهل غزة أحرج الغربيون، أحرج الأمريكان، أحرج حتى دولة الكيان الغاصبة المنهارة والمتفككة. واضح سيد، أعتقد نحن إزاء مرحلة مقبلة يا أستاذ محمد. واضح واضح سيد فاضل. دكتور، السؤال اللي سأله الأستاذ جمعة يعني أنه ليش ما سرايا السلام، ليش ما سرايا السلام شارك في يعني عدها ذريعة الآن لضرب القواعد اللي موجود هنا، على اعتبار أنه القرار أساساً كان هو واحد من متبنيات التيار الصدري في السابق، كان أقوى من المطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق. يعني الخيار العسكري هو الخيار الأخير أنا أعتقد بالنسبة للتيار الصدري. أولاً حتى لا حد يقول أنه التيار الصدري هو من جر العراق إلى إتون الحروب وإتون هذه التداعيات الخطيرة، حتى لا كلها تعصب برأس التيار الصدري، واعتبار أنه حتى لا أنه بعد فترة من الزمن يقول لك أنت مو عندك دولة وعندك حكومة وهذا موقف دولة وعندك شعب وعندك برلمان، فكان الأولى بك أنه تذهب لتخاطب الحكومة وتخاطب البرلمان. هو الآن يلقي الحجج على البرلمان العراقي ولم يجيب حتى هذه اللحظة، وبعد يمكن 4 أيام راح يعطل، وهذا هروب من المسؤولية على البرلمان والسيد محمد الحلبوسي. هذا ما يصير، لا مو بكيفه، مو بكيفه. من يتحمل المسؤولية؟ أنا 73 حتى أنت تتهرب لي من هذا القرار، إما أنت تقول معه أم ضد. ماكو رمادية بهذا الموضوع. زين، أما تردون على سماحة السيد، وهذا خطاب إلى السيد محمد الحلبوسي. شنو 52 نائب شنو مو بعينك؟ 73 نائب مو بعينك؟ وينك أنت يعني؟ شنو غزة وهاي أطفال غزة مو بعينك؟ وينك انت؟ وين برلمانك؟ شنو السكوت هذا المطبق؟ تعال انت قدم اوراق قدموا لك اياها اعضاء 52 عضو، و73 خرجوا من البرلمان لكي تسير العمليه السياسيه. زين، انت مو مسلم مو عربي، ما تهزك هذا الموضوع. اسمح لي لا خل اوجه الموضوع. اولا نوجه كلام للسيد الحلبوسي وكافه البرلمانيين. هذه شهاده تاريخيه، من لم يوقع فعليه اوزاره وأوزار كل ما يحصل من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لا يعتقد واحد ترى الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني بعد حرب أكتوبر يعني العفو 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى سيتوقف إلى هذا الحد، سيتمدد هذا يعني في قادم الأيام. أنا متأكد من هذا الشيء، الموضوع سيتعدى هذا وستضرب الفصائل الموجودة في العراق وسيضرب حزب الله وستضرب سوريا وستقسم سوريا وسيقسم العراق، وبالتالي هذا موقف تاريخي يجب أن يتخذه البرلمان العراقي، وعليه عدم الهروب من واجبه الشرعي. 73 وزعيم أخرج لكم 1.5 مليون متظاهر ويعبرون عن الرؤية الحقيقية للشعب العراقي واللي قاوم المحتل، واللي هو بسنة 2019 قرر البرلمان العراقي بسحب القوات الأمريكية، القوات التي كان لها الدور واليد الطولة باستهداف حادثي المطار، لأن بومباي اعترف بشكل رسمي بأن غرفة العمليات الموجودة في السفارة الأمريكية هي من خططت لاغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، فكان الأحرى ممن يدعون الأخذ بثأر الشهيدين والأخوة الكرد والسنة. هذا موقف تاريخي، عليكم أن تقولوا قولتكم، لا تتركوا الرجل هكذا بدون جواب، لا تتركوه بدون جواب. إذا تركتوه بدون جواب سيفعل ما يريد وستكون هنالك ردة فعل قاسية. شنو اللي ممكن؟ هو كيف الخيارات مفتوحة؟ شنو ردة الفعل القاسية؟ بعد لا حد يدق بابه، يعني انطاكم مرقد دبلوماسي، إما نعم إما لا، لا تخلونها رمادية. أنتم عندكم قرار برلماني 2019، أنتم مو تقولون تتحكمون إلى الدستور؟ هذا الدستور العراقي وممثل الشعب العراقي قال قولته عام 2019. طبعاً أكو مفارقة، هذا القرار لم يصدر بالجريدة بالوقائع العراقية لحد هذه اللحظة؟ نعم. ليش؟ شوف رئيس الجمهورية بذاك الوقت أصلا يمكن ما أدري صادق عليه وما صادق عليه، ليش تضحك على الناس؟ وبالتالي أنا أعتقد أنه التيار الصدري هو لديه خيار الوحيد، ربما خيار وطني عراقي لا يريد أن يزج نفسه حقيقة حتى نعترف بهذا الشيء. زين، الفصائل الأخرى هي بشكل كبير هي تعتبر السيد علي الخامنائي هو
الولي وهو الذي يعطيها الإشارات، يعني هي بشكل أو بآخر هي تابعة لما يعرف بمحور المقاومة. زين. الصدر له سياسة خاصة في التعاطي مع هكذا ملف. ميري يعني جزج يعني مقاومة عراقية اي عراقية خالصة، ما يريد يدخل ضمن أجندات خارجية، وهو يكره مو حان الوقت الآن لتوحد الهدف واحد العدو واحد. ليش سادة ورد المرجع الفلاني مالتك وأنا المرجع الفلاني مالتي؟ لا مو قصة مراجع، هو الرجال شكر، يعني الرجل شكر الموضوع، بس هو هكذا يتعاطى مع الملفات، يتعاطى وهو يمكن أنا أقول هكذا ليس أو غير واثق ببعض الأطراف ممن يدعون المقاومة. زين كلها يعني بعض الأطراف خوي يتركهم ما كلها تشترك، ماكو واثق من عندهم؟ لا ما أعرف هسه، هو الرجل هو هذا خياره يعني ربما لا يثق ببعض الأطراف التي تستخدم السلاح، ما يثق يعني بيها. شون ما يثق بها؟ من أي ناحية ما يثق بها أخي؟ يعني ما يمثلون الأجندة العراقية، أجندات خارجية. هسه القصة مو قصة أجندات خارجية، هسه القصة قصة عدو مشترك، صحيح؟ هذا العدو هو نفسه عدو التيار الصدري وعدو الباقين، صح لو لا؟ زين هو هو الهدف واحد الآن. لا نعم الهدف واحد ونحن ندعو إلى التكاتف، لكن سياسة التيار الصدري هكذا سياسته، هو يقول لي أكثر من مرة، لأن تعرف الصراع السياسي اللي حدث مع الإطار التنسيقي، ولحد هذه اللحظة مجموعة من الأبواق تهاجم التيار، مجموعة من الأبواق يعني تستخف بدعوات الصدر، حتى هذه اللحظة قادة الإطار لم يرحبوا إلا بعض الشخصيات من عندهم. زين. فبالتالي هم لم يتعاطوا بشكل إيجابي مع السيد. هسه إذا أسألهم هم راح يقولوا لك هو هم ما يتعاطى ويانا، والقصة ظل تدور بهالاتجاه. عموما خلينا أخذ الموقف الحكومي، الموقف الحكومي اليوم مختلف يا جماعة. اليوم الحديث عن إنه مصلحة الدولة العليا إحنا اللي نحددها. قال الدولة رئيس الوزراء هو اللي يحدد مصلحة الدولة، لا فلان ولا فلان. هذا يعني من باب إنه رد على دعوة السيد مقتدى الصدر ورد على الفصائل بنفس الوقت، إنه مو كيفكم تتصرفون، هاي دولة وهاي عندها سياسة خارجية وعندها مصلحة المصلحة العليا للشعب العراقي. هنا أكو راح تصير مشكلة بالموضوع. أنا ذكرت لك الفصل ما بين المواقف. أي. كل ما يرتبط بالحكومة في قراراتها مرتبطة بالمؤسسة الرسمية. زين. يعني بمعنى حتى خارجيا اليوم الأمريكان لا يحملون الحكومة مسؤولية فصائل المقاومة على اعتبار أن الحكومة لم تقم بقواتها المسلحة. السيد السوداني هو قائد عام لقوات مسلحة. زين. أي فعالية جيش شرطة حشد الشعبي بقية المؤسسات عندما تقوم بأي فعالية محسوبة على رئيس الوزراء، أي موقف رسمي غلق سفارة طرد سفير استدعاء سفير يعتبر موقف رسمي. زين. فأعتقد أن السيد السوداني يشير إلى أن الحكومة ليست راغبة بغلق السفارة الأمريكية، وأن القرارات الرسمية تتخذ من الحكومة هي التي تحدد الموقف. هذا موقف واضح. أما ما هو موقف أزاء الفصائل؟ قال أننا سوف نلاحق الجماعات التي تقوم بقصف القوات الأمريكية، يعني رفض الاثنين. إذا حسب هذا تحليلك هو رفض الاثنين. أكيد رفض الاثنين. رفض لغلق السفارة رسميا نتحدث، ورفض لاستهداف القواعد أو المعسكرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. زين. هذا واضح. والحكومة طبعا نتفهم جميعا الرافض لقرار الحكومة والمؤيد لقرار الحكومة، نتفهم موقف الحكومة. الحكومة قلت لك وقفت أعلى مستوى على الموقف الرسمي. هذا أمر مفروغ منه. القضية الأخرى، إحنا ما عادت قضية بينية حتى نرجع، أو ليست خلافات فقهية وعقائدية. اليوم الأمة الإسلامية بكاملها، علماء الأمة بإجماعهم ما بين متعاطف وما بين مؤيد وما بين داعي إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني. يعني موقف السيد مقتدى الصدر منبع سياسي، منبع عقائدي، وصحيح؟ زين. لأن القضية ما عادت، ولا لو ترجع القضايا الفقهية بالتفاصيل ايش تربط لنا فلسطين؟ يعني فقهيا مختلفين وياهم، هم سلفية احنا شيعة، وكثير من التفاصيل الجغرافية، لكن القضية ما عادت قضية فلسطين. القضية مو قضية فلسطين، مو قضية حماس يا اخوان. وللقبلتين لا تعني بالنسبة لإسماعيل هنية بقدر ما تعني بالنسبة لي ولأي مسلم. زين. إبادة شعب فلسطيني مسلم
أنا معني بها بقدر ما معني بها إسماعيل هنية وزياد نخالة. إجماع الفقهاء في القضية ما عادت مرتبطة أنه ذول من جماعة الإمام الخمني وذول من جماعة الإمام السيستاني. هو الذي يذهب إلى قتال الصهاينة لابد أن يكون مبناه مبنى فقهي مو مبنى سياسي. زين هسه الواضح من كلام الدكتور مبنى الأخرى الصدري عندما يطالبون بغلق السفارة أيضا لابد أن يكون لديهم مبنى فقهي. لا الواضح من كلام الدكتور بأنه إحنا ما نريد نكون من هذا المحور، ما نريد نكون المحور الإيراني. ماكو محور إيراني يا أخوان، ماكو محور إيراني. إحنا ذابت القضية مو قضية داخلية، قضية أصبحت قضية أمة، يعني شرف لكل من ينتمي للمحور الإيراني الآن لمحور المقاومة أنه في صدارة الواجهة. هذا شرف، هذا تاريخ راح يسجله. زين أخوة بالتيار الصدري لديهم مرجعيات ولديهم أكيد مبنى فقهي، ما أعتقد أي خلاف فقهي أو عقادي في هذه المسألة. عقادي نتحدث اليوم للأسف الشديد. شوف بلينكن، يسأل أحد الصحفيين بالمؤتمر الصحفي يقول له ما هو مستوى عدد الضحايا التي تحصل في غزة التي يقف عندها الإدارة الأمريكية؟ شو وقت ضميركم يهتز إلى أي مستوى من الضحايا؟ 10,000، 20,000، 100,000 وتقولون كفى؟ إجابة بكل أنجهية منكم، يقول له هذا حق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها حتى لو أبادوا الشعب الفلسطيني بكامله. هذا مبنى مو مبنى سياسي. هو اللي ذهب لإسرائيل وقال أنا يهودي قبل أن أكون أمريكي. إذن القضية ما عادت قضية جغرافية فلسطين وعراق وإيران وكذا، عيب يتحدث بهذا المنطق. قضية أصبحت قضية دين ولا دين. وسماحة السيد حسن نصر الله أكد أنه كل من لديه شرف ولديه غيرة ولديه عروبة لابد أن يدافع عن قضية فلسطين. كيف ندافع؟ التفاصيل ما عندي بها مشكلة. الحكومة العراقية تقف موقفا سياسيا، زين الفصائل تقف موقفا عسكريا، التيار يقف موقفا سياسيا طالب بإغلاق السفارة، بعض الدول الشعوب العربية تتظاهر في لندن وفي في 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 بقية الدول ملايين الناس. نتفهم كل هذه المواقف، لكن يجب علينا أن نتحدث عن بوصلة واحدة. عدونا واحد، مو أنا أحمل السلاح أفضل من غيري اللي قد يقف موقف سياسي ولا اللي موقف سياسي أفضل مني. كل واحد إلى اعتباراته اللي يحدد على ضوئها اعتبارات الفقهية والعقائدية. أشار إلى موضوع مهم جدا دكتور، قال أنه موقف البرلمان لحد هذه اللحظة ما واضح بالنسبة لدعوة السيد مقتدى الصدر، ما عقدوا جلسة وراح يروحون. هذا موضوع، آخر نتحدث به. أقول على البرلمان أن يستجيب. هسر بعض القضية يقول لك، خل البرلمان مو قاعد ما عنده شغل عمل يسمع فقط بيانات زعماء سياسيين. وبالنتيجة سماحة السيد زعيم سياسي. نقول لهم نعم، لكن على قد تقدير عندك تواقيع أو توقيعات دستوريا كافية لعقد البرلمان، مو 25 توقيع يكفي لاستجواب أكبر وزير، مو فما بالك بأكثر من 50 إلى 60 توقيع يطالبون بعقد جلسة خاصة بتقرير مصير السفارة. من اللي عطل الأمريكية؟ من اللي عطلها؟ أقول على قد تقدير، أتحدث مع السيد الحلبوسي، على قد تقدير احترم نظامك الداخلي واستجب للبرلمان. لا نطالب البرلمان شخصيا، أتمنى البرلمان أن يصوت بقضيه وقضيضه، لكن على قد تقدير يجب على البرلمان أن يعقد ويقرر هذه القضية استجابة للسياقات الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان. واضح سيد فاضل. قبل فترة التعليمات اللي صادرة ما أعرف من وزارة الدفاع من القيادة العليا المسلحة أو كذا للقطاعات العسكرية العراقية، هي صحيحة؟ وهل هي تعتبر تأهب؟ لا، يعني هي هذا إجراء روتيني دوري يجري بين فينة وأخرى لغرض. أولا يعني هي المفتشية حينما تشرف على عمل المستودعات وعمل يعني المشاجب وكذلك جهوزية القوات القتالية. العراق كما تعلم الحال هذه هو دائما يقع في عين العاصفة، والعراق هو دائما يتصدر المشهد في كل الأخبار سواء كان على المستوى السياسي أو العسكري على حد سواء. لذلك أعتقد هذا الإجراء إجراء دوري وإجراء طبيعي، وهو إجراء داخلي، لكن تم تسريب الكتاب يعني بوقت وبمزامنة قد يكثر من الاستفهامات. لذلك أعتقد هو هذا يصدر بين فترة وأخرى مثل هكذا تأكيدات لغرض النهوض بمستوى قتالي ورفع المستوى القتالي لدى جهوزية القوات الأمنية. وكما تعلم العراق دائما
معرض إلى بعض الاهتزازات، خصوصاً أن العراق خرج للتو معافياً من حروب متتابعة متكررة، سيما الحرب الأخيرة مع داعش مع تنظيم إرهابي كاد أن يضرب المنطقة برمتها. لذلك أعتقد أن العراق يعني لا يحتاج إلى أي مسألة احتقان وإلى أي قضية تدخله في أتون حقبة قد تكون أسوأ حقبة مرت علينا من ذي قبل. لذلك أعتقد أننا يعني مستعدون بقدر كاف وواف، لكن ليس على مستوى الحرب الخارجية. زين، هذا 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 العراق كموقف رسمي. نعم نعم نعم. عندك 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 فصائل. الفصائل اولا هي تتصرف بوحي ارادتها وبتوجهها. زين. الفصائل لديها كما يعني تتبنى دائما ان لديها ابتلاء عبادي، والابتلاء العبادي يعين ويحتم عليها ان يعني ان تقوم بدورها الجهادي والقتالي في تحرير القدس وما يتعرض له يعني قاعده اسلاميه واسعه، رغم يعني حتى اذا اختلفت عقائديا وتوجهيا وإيدلوجيا معها، لكنها تعمل كما كانت تعمل في سوريا. هي تعمل في بسوريا بمعزل وب يعني بمنأى عن الجانب الحكومي، ولا أعتقد أن الحكومة تتحمل مسؤولية أي عمل لهذه الفصائل خارج البلاد، لكنها بالوقت عين الحكومة ملزمة بضبط إيقاع الجانب الأمني داخل العراق، لأن الجانب الأمني يمثل هو روح الأمن القومي العراقي. زين. نعم. هسه الحكومة من الفصائل يهددون وقاعد يشتغلون عمليات، أكو عمليات قاعد تصير، والحكومة تكلف مجموعات بمتابعة أي نشاط أمني يتعلق بالقواعد العسكرية. زين، منا الحكومة قاعد تشتغل بتوجه الواضح من عده هو يعني هي داعمة للقضية الفلسطينية، لكن بنفس الوقت هي تريد انه تحافظ على الوضع الامني داخل العراق بوجود القوات الامريكية اللي هي الداعم الرئيس للكيان الصهيوني. فهل احنا في مواجهة بين الفصائل والحكومة؟ أعتقد الحكومة هي من تتخذ القرارات المصيرية، والقائد العام للقوات المسلحة هو الذي يحمل هذا الأوثرايز الكامل في الحفاظ على الأمن القومي العراقي الداخلي. لذلك يعني أنا أقطع لك جازما أنه لا توجد أي قوات قتالية وأي قوات مشاة برية على الأرض من قبل الجانب الأمريكي، وكما أكدت وتؤكد الحكومة ان دائما وجود مثل هكذا قطعات هي على نحو الضيفيه. يعني هاي القواعد ايش موجوده؟ هي ضيفيه. سيد فاضل، اولا هي قواعد عراقيه، دعنا نتصارح، قاعده عين الاسد هي قاعده عراقيه وفيها ضيفيه لقوات التحالف المنبثقه من القوات الامريكيه، وهي لا تحمل قدره القرار، والقرار يبقى سواء كان على نحو اتخاذ القرار العسكري او القرار يعني هي تدفع بالمشورة. ضيفية شنو ضيفية؟ ضيفية شنو سيد فاضل؟ ضيفية بالمصطلح عسكري، الضيفية هو حلول وحدة عسكرية أخرى على وحدة أم، والوحدة الأم هي من تتبنى تأصيلات جذور التواجد العسكري، يعني هي بذمة القطاعات العراقية، بدليل أن هاي القاعدة هي المساحة اللي تشغلها القوات العراقية قطعا هي تشكل 3/4 المساحة اللي تشغلها قاعدة عين الأسد، والمتبقات هي قوات وجود قوات التحالف. بررت الحكومة أن هذه القوات هي قوات تعطي المشورة وتعطي قدرة. هسه حتى الرقم ما حد يعرفه، إش قد أكو قوات بالعراق، إش قد عندنا مستشارين؟ يعني هذا الرقم أعتقد أنه يعني منوط، هذا الرقم هو لدى القائد عام القوات المسلحة ولدى الجانب العراقي، ولا أعتقد أن هناك من توجه بالسؤال حول عديد تلك القوات من عدمها. وأعتقد أن الجانب الأمريكي وجانب قوات التحالف هم من يحملون الرقم الواقعي والحقيقي. زين. نعم. يعني في يعني هسه هاي الفصائل جاي تقصف المستشارين؟ لا أنا لا. لو قواعد. أنا لا أعرف، هي طبعاً هي تستهدف بالدرجة الأولى تستهدف الداعم الرئيسي إلى الكيان الغاصب. زين. والداعم الرئيسي الكيان الغاصب كإدارة أمريكية هي من تدعم الإدارة الأمريكية هي من تدعم الكيان الغاصب. فلذلك يعني بالإنابة بالاستعاضة يتم قصف هذه يعني هؤلاء القوات الموجودة احتجاجا على دعم هذه القوات الأمريكية إلى قطعان الكيان الغاصب ظلما وعدوانا، يعني تدعم كيان غاصب يظلم ويعتدي على شعب أعزل وشعب مدني. وبالتالي
أدبيات هذه الفصائل تقول أننا يجب أن نقطع الذراع الذي يقوم بدعم يعني قطعان الكيان الغاصب. تمام دكتور رافد. نعم. هاي الدعوة اللي وجهها السيد مقتدى الصدر للدول جوار فلسطين صار عليها رد معين لو لا؟ والله ما أعتقد لحد الآن ماكو رد يعني. أيه؟ لا الدعوة الأولى ولا الدعوة الثانية. الدعوة الأولى للعراقيين ما ردوا عليها، الدعوة الثانية للدول الجوار ما ردوا عليها أيضا، ما ردوا عليها. هي هل هي فقط تغريدة لو دعوة بشكل رسمي؟ لا راحت لا دعوة، وكلف بعض الأخوة داخل التيار الصدري و أيه؟ وأعتقد أيضا كانت هنالك يعني يعني حديث مع يعني الأمم المتحدة فيما يخص تسيير الرحلات، أخذ الموافقات حتى هذه اللحظة يعني. لا 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 مصر ولا فلسطين ولا 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 سوريا ولا سوريا ولا أبد لم يأتي ولا الأردن ردت على السيد. أنا أعتقد إنه الجميع يعني يخشى المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني الجميع. هسه أنت توقعك كمحلل، نعم، هي هاي الدعوة تمشي؟ تمشي ما تمشي السيد، هي فقط للإحراج؟ لا لا ليست إحراج سيدي الكريم. يعني هذا الموضوع للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الكيان الصهيوني. زين. يعني مرة نضغط على الجانب الأردني والإخوان أيضا موجودين الآن على الحدود الأردنية، مرة نضغط على الجانب المصري كورقة ضغط جماهيرية وحجج اجتماعية، وهذه كلها يعني تصب في مصلحة الموضوع، الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حلفائها، يعني اعتبار أنه هناك حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية مثل يعني الأردن، أيضا مصر، البلدان الأخرى يعني حتى لبنان، حتى الرد اللبناني أيضا لم يأتي. على الأقل تقدير أنه نشكل حلقة للضغط على كظاهرة اجتماعية، كظاهرة اعتصامية يعني تأليب الرأي العام الدولي أو الاجتماعي. زين. وهذه يعني حتى بالأشار الشيخ العطواني أيضا لموضوعة أنه حتى المتروات بدأت تغلقها، وجماعات يهودية ليست مسلمة ولا حتى عربية يعني، وبدأت تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي مجازر لا يمكن السكوت عنها. أما الحل الأخير ربما يترك بيد السيد مقتدى الصدر يعني. اللي هو شنو تتوقع؟ ما أتوقع يعني شيء، هو الحل يمه. ما تتوقع يعني حتى ما تقدر تتوقع؟ لا ما أقدر أتوقع، لأنه هو الرجال عنده تكتيكه وعنده تكتيكه الخاص. تمام. ومن يغض النظر ومن يغض النظر على تغريدات سماحة السيد مقتدى الصدر أنا أعتقد غلطان جدا. لا هو هسه أكو فرق بين تغريدة وفرق، هسه أقول لك هاي تغريدة وخلاص بحسابات ما أعرف إيش، لو الموقف الرسمي يختلف عن التغريدة. لا ما تمشي حكومة تمشي بتغريدة؟ لا ما تمشي بتغريدة، مو هذا تتوثق حتى لا أحد يقول هذه رسالة وهذه مزورة، لا صفحة رسمية وظهر الأخوان موقف رسمي، هذا بيان بالضبط، هذا يعتبر يعبر عن هوية السيد مقتدى الصدر و ما تعتبرون رد السودان اليوم هو رد عليكم وعلى الفصائل؟ أستاذ جمعة قال لك هذا شوف رد على الفصائل ورد على شوف من شكل الحكومة هذه الحكومة اللي هي الحكومة الإطارية بدعم من قوى الفصائل، فأكله بس بالموضوع إما أنتوا ترحون لهذا المحور أو ذاك المحور. شون يعني؟ يعني بمعنى أنه حكومة الإطار تتحمل أوزار بقاء القوات الأمريكية. طبعا سيد فاضل يقول قوات أمريكية لا يعني استشارية، وهذا أيضا رد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أستاذ يحيى رسول أيضا قال هؤلاء بعثات دبلوماسية، لكن شيخ الإطار يقول لا هاي قوات أمريكية. بومباي يقول هذا قوة. منو قصدك؟ قصدك لا السفارة فوق. نعم الحج العامل ايه طلع قال هذه قوات تطلع. قالوا لازم تطلع، اذا اكو جهات مسلحة موجودة، وحتى السفارة الامريكية هي تمتلك يعني مقاومة طائرات. وين اكو سفارة؟ وش قد عديد القوات الموجودة؟ حتى مارينز موجودة. زين ليش كانت ليش المطالبة؟ لا بس اسمح لي للسيادة العراقية. لا رح ارجع على سؤال شيخ جمعة. نعم. ليش رحتوا إلى السفارة؟ ليش رحتوا إلى السفارة تطالبون بإغلاقها؟ ما رحتوا طالبتوا بإخراج القوات الأمريكية من الأجنبية؟ من 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 9/4 التيار الصدري واجه القوات الأمريكية، مو هسه يعني. وبال 16 واجه. هذا مشهود وما يحتاج هذا. 16 وبال 20 لكن هم الأطراف الثانية ما تقبل. يا أخي عندهم عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية بصريح العبارة. وجودهم هو وجود للقوات الأمريكية. يعني إذا طلعت الولايات المتحدة الأمريكية أنا أقول كثير من هذه الأحزاب ستغادر العراق. لأن هذا المشروع أو
الديره من تدير الولايات المتحده الامريكيه من بعد 2003. تمام شيخ جماعه، هذا عندك كلام رد على هذا او تعليق على الكلام اللي ذكر ابن عمك مغري؟ اي لا بالعكس، اول شيء شوف حتى اختم لين ما عندي وقت. لا يعني وجود هذه القوى، وجود هذه الاحزاب السياسيه من وجود الامريكان، اذا طلعوا الامريكان يروحون هواي منهم. اكبر غصه في حلق الولايات المتحده الامريكيه هو غالبيه، ما اقول جميع، غالبيه قوى الاطار. زين، الامريكان حاولوا بكل قضهم وقضيضهم ان يبعدوا بعض زعامات الاطار من تشكيل الحكومه في الانتخابات الحاليه، وتحركوا يمينا وشمالا وضغطوا على الكرد وضغطوا على السنه. فقضية أنه الإطار هو عبارة عن أداة، بالعكس أصلا هذه الحكومة تسمى حكومة إطارية مرتبطة بإيران. لماذا؟ لأن الذي شكلها هي زعامات سياسية إسلامية شيعية لديها تاريخ مشرف مع الإدارة الأمريكية، مع القوات الاحتلال الأمريكي، مع القوات الاحتلال الأمريكي. زين، الأخوة في التيار الصدري في جيش المهدي كان لهم دور أساسي، لكن يجب أن لا نبخس الآخرين. العصائب كان لهم دور أساسي، كتائب حزب الله كان لهم دور كبير وكبير، النجباء كان لهم دور كبير وكبير، كتائب سيد الشهداء، كل هذه المجاميع المباركة كان لها دور. فهل يعقل أن الأمريكان يريدون أن يعطوا الحكومة أو العراق لقمة سائغة بيد تشكيلات سياسية مرتبطة مثلا بإيران مثلا بكل هذه الأريحية؟ لا، لكن أعتقد أن الإطار يتبنى الواقعية. بالمناسبة الإطار غالبيته أيضا ليس مع فصائل المقاومة، يتحفظ على قصف المعسكرات قواعد مستشارين الأمريكان، كما لديه تحفظ على تغريدة سماحة السيد بضرورة غلق السفارة، فهم يقفون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، هم يقفون مع الموقف الرسمي للحكومة. تمام، اعطيني بس دقيقة واحدة سيد فاضل، احنا رايحين باتجاه التصعيد لو باتجاه التهدئة لو بالضبط شنو؟ يعني اولا دائما في العراق الامور تاتي متسقه مع التفاعل بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا الخبر يعني يكون في اوج بروزه في غضون 72 ساعة الاولى، لذلك حينما تذهب جذوته يخفت ويأفل تارة اخرى ولا يعود الى الصدارة. الحكومة رؤيتها رؤية اخرى، الحكومة لديها متبنيات من بينها انها لا تريد تخطي عتبة أن تكون حجر عثرة اتجاه أي من البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية، بغض النظر عن أن هذه السفارة مشايعة لهذا الطرف أو يعني مناهضة للطرف الآخر. لذلك أعتقد أن علينا في هذه المرحلة أن يعني أن نعض على رأس الحكمة والتصرف بروية، وهناك كل من يتصدى لدوره. وأعتقد أن خطاب السيد حسن نصر الله حمل بين طياته يوم أمس نوع من العقلانية، وأعتقد أن خطابي السيد الصدر والسيد نصر الله كانا يحملان بين طياتهما نوع إلى عدم الذهاب إلى الحل العسكري المباشر، بقدر ما أعتقد أن يعني الجريمة النكراء وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الغاصب على أهلنا في غزة، شكراً، أعتقد أنها ماضية باتجاه الحلحلة فيما لو لم يكن هناك تصعيد. شكراً سيد فاضل برغيف، سعيد حقيقة بوجودك، وأيضاً سعيد بوجود الدكتور رافض العطواني والأستاذ جمعة العطواني، أشكركم جميعاً في أمان الله.